ازيكم يا جماعه؟ النهارده طلعت اتكلم في موضوع مهم بالنسبه لي جدا، ومفروض يبقى مهم بالنسبه لناس كتير قوي او بالنسبه لكل الناس، وعمري ما هبطل اتكلم عنه. ولو شكلي مرهق شويه فكان يوم طويل فتجاهلوا كل ده. ندخل في الموضوع على طول لان هو موضوع حساس جدا بالنسبه لناس كتير، في ناس بتتخطاه وناس لا. فانا دايما بحب ان انا اسلط الضوء على المواضيع اللي زي كده عشان اللي مش اخد باله ياخد باله، ونحاول بقدر الامكان ان احنا ما نجرحش في ناس واحنا مش قاصدين. بكل بساطه يا جماعه، زي ما انتوا اكيد مجمعين من عنوان الفيديو، الناس اللي بتعلق على اجسام الناس او شكل الناس عامه بطريقه، سواء بطريقه سلبيه وهم مدركين لده او بطريقه هم مش مدركين ان هي سلبيه، مش مدركين ان هو لو قال لحد مثلا تعليق بشكل معين او بصيغه معينه هو مش اخد باله منها، هو مش مدرك ان اللي قدامه ممكن يتجرح شويه منها. لان من الوارد جدا ان يكون الشخص اللي احنا بنوجه له التعليق ده هو اصلا يكون بيتقال له كل يوم، او هو اصلا بيعاني من الموضوع ده، او حاجات كتير جدا احنا مش عارفين عنها حاجه. زي ما في مقوله فيما معناها يعني بتقول كل شخص فينا بيخوض حرب مع نفسه محدش يعرف عنها حاجه. فعشان كده لما نقابل الناس ما نكونش حمل عليهم ونكون كويسين معاهم بقدر الامكان. انا عمري في حياتي ما قلت لحد انت تخين او انت رفيع، حتى لو الحد ده قبل كده جالي في وشي ايه ده انت رفيعه قوي، اتخني شويه، مش بتاكلي في البيت، مش عارفه ايه الحاجات اللي هي الكوميديا الفظيعه دي. عمري في حياتي ما رد، يعني لو الشخص اللي قدامي كان وزنه زايد شويه عمري ما رديت اقول له طب ما تبص على نفسك انت وزنك زايد، او انت وزنك يعني زايد بتكلميني ليه، كل واحد يخليه في حاله. عمري في حياتي حتى لو هم جرحوني بكلامهم عمري في حياتي ما رديتها لهم بالطريقه دي. مع ناس كتير بتقولي خليكي بكحه لو حد قالك ايه ده ما بتاكليش، ايه ده مش عارفه ايه، ايه ده انت عظمه، خليكي بكحه وردي عليهم، طلعي من العبر اللي فيهم قولها لهم. انا ضد ده تماما، حتى لو اللي قدامي قاصد يجرح فيا، او حتى لو اللي قدامي بيقولي تعليق سخيف من غير ما يكون فكر فيه، عمري ما رديت لحد اساءه باساءه، ولا عمري رحت بدات الكلام قلت لحد انت وزنك زايد او انت ما بتاكلش. عمري ما رحت قلت لحد لونك غامق ولا لونك فاتح، عمري ما رحت قلت لحد مناخيرك كبيره ولا صغيره. عمري في حياتي ما علقت على شكل شخص ايا يكن مين او ايا يكن السبب ايه، لان شيء غير منطقي بالمره بالنسبه لي. لما انت تعلق على شكل شخص انت مستني منه يعمل ايه؟ اصل انا ما اعرفش الشخص اللي قدامي بيعافر اصلا في الشيء ده ولا، يعني انا ما اقدرش اروح اقول لحد وزنه زياده خس ولا ما تخسش. انا ما اعرفش الحرب اللي هو بيعنيها، انا ما اعرفش سواء هو اصلا او هي ماشي على دايت بتحاول تخس، ناس كتير بتقلس عليها كل يوم، ناس بتحبط فيها، حاجات كتير انا ما اعرفش عنها حاجه، ما عنديش خلفيه. فانا اتكلم ليه؟ انا ازود ليه على حد؟ ده عمري ما فهمت، عمري في حياتي انا بكلمكم من كل قلبي وبكل شفافيه، عمري في حياتي ما فهمت ازاي ممكن حد يروح يقول لحد حاجه على شكله الشخص اللي قدامه مش بايده يغيرها، او من الصعب جدا جدا انه يغيرها. من التعليقات الكتير اللي كانت بتجيلي في حياتي انت رفيعه جدا، انت ما بتاكليش، ايه ده بياكلوا اكلك في البيت، الحاجات اللي هي الروشه جدا دي اللي هي تموت الواحد من الضحك. يعني انا في الاول كنت بتضايق يعني قدامهم، طبعا انا مش حابين اي حاجه، لان انا اخر حد ممكن يبين ان هو اتكسر بالكلمه قدام الناس. عمري في حياتي ما كنت كده، ولا عمري في حياتي هبقى كده، حتى لو يعني هرجع البيت اعيط في اوضتي واقفل على نفسي مش مهم، بس ما حدش يشوف ان انا اتكسرت بكلمه قالها لي. في الاول وفي الاخر الشخص هو اللي سخيف، الشخص هو اللي غلط او قالها لي بطريقه غلط، مش مشكله في مش فيا، يعني المشكله مش في رفعي، المشكله في الشخص اللي بيقولك التعليق بيقوله ازاي، يعني المشكله مش فيك. انا لو حكيت في الموضوع ده هفضل اتكلم كتير قوي، وانا مش عايزه اعمل كده لان الفيديو مش هيخلص، بس انا هفضل اكرر الفيديو ده كتير كل شويه كنوع من التوعيه. ورسالتي يعني الحاجه اللي انا عايزه اوصلها، اولا الشخص اللي بيبدي تعليقه او بيبدي رايه، لو هو مدرك ان هو بيحبط الشخص اللي قدامه او هو قاصد ان نيته تبقى وحشه، فانت المشكله فيك كده كده. انا مش بكلم الشك ده خالص، لان الشك ده محتاج يبص في حياته كلها بطريقه تانية، مش في الحاجه دي بس، لان ده نتيجه كلاكيع وتصرفات كتير غلط ونفس غير سويه وحاجات كتير جدا مش انا اللي حاجه اصلحها دلوقتي. فالشخص ده الشك ده ماليش دعوه بيه. الشخص اللي هو بيقول تعليق وهو مش مدرك ان هو ممكن يجرح اللي قدامه، انا رسالتي ان
نفكر بس قبل ما نتكلم، يعني ما تكونش واحده منزله صوره ليها، عشان الكلام ده بشوفه، ما تكونش واحده منزله صوره ليها وفي بطن زايده يعني كرش، فيجي حد يكتب لها ايه ده الكرش اللي طالع ده. طب هي اكيد شايفه، هي اكيد شايفه ان هي عندها كرش، اكيد شايفه ان هي عندها بطن زياده او دهون زياده على البطن، مش بطن زياده. انت بتعمل ايه او انتي بتعملي ايه؟ بالذات البنات اللي بتعمل كده مع بعضها، انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا عايزين توقعوا بعضكوا عشان نعلي على بعض ونشوف مين الاجمد؟ لا، نفكر وما نتكلمش في البديهيات. يعني اكيد الشخص اللي وزنه زايد عارف، واكيد الشخص اللي وزنه تحت المتوسط برضو عارف، وانت ما تعرفش الشخص اللي وزنه زايد ده ماشي على كم حاجات بيحاول يخس بيها ازاي، انت ما تعرفش كل ده، ولا تعرف الشخص اللي هو اصلا رفيع بياكل قد ايه، والناس تفضل تقول له ما بتاكلش يعني وبياكلوا اكلك في البيت، انت ما تعرفش الاثنين دول اصلا بيعانوا ازاي. فحاول بس ان انت قبل ما تتكلم ركز، او قولها بطريقه اللي قدامك يتقبلها شويه، لان ساعات كتير جدا في ناس ما تكونش عارفه تتخطى الكلام اللي بيتقالها. الناس اللي هي اصلا بتبقى على شعره وهي ثقتهم في نفسهم مش قد كده، واللي هم خلاص لما حد يقول لهم حاجه بيبداوا خلاص يشككوا في نفسهم، لو حد قال ان مش حلوه، طب هل انا فعلا مش حلوه؟ هل انا فعلا مش حلوه؟ هيفضلوا يفكروا كده. راعوا ان الكلام بيخلي ناس كتير تفضل تدرسه جوه نفسها بالساعات وبالايام وبالوقت الكبير، بالساعات وبالايام وبالوقت الكبير. يعني انا لو حد جاء قدامي قال للتاني انت وزنك زايد او اي يكن، انا مش هبص للشخص اللي وزنه زايد خالص، ولا هبص ان في اي عيب، قد ما انا اصلا هبص على الشخص اللي قال جمله زي دي واشفق عليه، لان ده مش طبيعي ولا منطقي. وعايزه افكركم كلكم بحاجه، ان مفيش انسان كامل. لو انت شخص او انت من بره تحفه كشكل 10/10، ورحتوا تقللوا من شخص تاني شكله اقل منكم شويه من وجهه نظركم، فده مش هيعمل منكم شخص كامل او شخص احسن او ايا يكن، مش هيعمل منكم اي حاجه من دي. نفكر. بس انا عارفه ان معظم الناس، او اتمنى ان معظم الناس يكونوا مش يعني مشكلتهم، بس ان هم مش مدركين ان هم بيقولوا تعليق ممكن يجرح اللي قدامهم. فلو انتم من الناس دي، يا رب يكون الفيديو فهمكوا اكتر الناس ممكن تكون بتشوف ازاي، او بتستقبل الكلام من الناس اللي بتهاجمها بطريقه غير مباشره زي ماما. لولو، عارفه الكاميرا فين ما شاء الله. لو عايزين تشوفوني تاني اعملوا سبسكرايب للشانل عندي. ميرسي ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو للاخر، حد ما يودي نامت. دمتم بصحه وسعاده وسلام نفسي وراحه بال وكل الافكار الايجابيه والكويسه في الدنيا. ودايما دايما دايما افتكروا ان انتوا تبعدوا عن الاذى النفسي، مش بس لغيركم، بس ليكم كمان، لان في ناس بتيجي على نفسها كمان من كتر ما تشوف الناس بتيجي عليها.